Očekuje nas jedna izuzetno teška utakmica. ستكون مباراة شاقة لأن الفريقين يعرفون بعضهما البعض جيدا، مما يعني أن أنغولا لن تمثل خطرا مباشرا على فريق موريتانيا، ولكن كافة المباريات حساسة في هذه المرحلة من البطولة، ورغم كل شيء فإن هناك احتراما متبادل بين اللاعبين وبين الفرق والمدربين، وقررنا تغيير بعض اللاعبين، فمثلا سيعود شو بعد إيقافه وسيشارك بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا منذ بداية البطولة، وأؤكد لكم أنهم لن يخذلونا أبدا لأننا قمنا باختيار أفضل اللاعبين على الإطلاق. نشعر بالثقة لأننا قمنا بوضع استراتيجية اللعب طبقا لقدرات ومهارات اللاعبين وحسب أدائهم في الميران، ومطمئنين لمشاركة كل اللاعبين لأنهم أثبتوا جميعا كفاءة فائقة في معسكر التدريب في البرتغال، وينبغي أن يلعب الجميع لأنهم مكملين لبعضهم البعض سواء نظرنا إلى قدراتهم البدنية أو النفسية، ولا يدعي أحد أن هناك فريق ضعيف أو غير منافس في البطولة، فالكل يجري وراء الفوز والحصول على الكأس. C'est vrai que quand on perd 4-1, c'est difficile de dire qu'on a fait un bon match. أعترف أن الهزيمة بأربعة أهداف سجلها الخصم في شباكنا هزيمة ثقيلة، وبالتالي فإن المباراة كانت درسا قاسيا لنا. استفدنا منه الكثير وعرفنا أن اللعب الدفاعي وافتقادنا للهجوم كان عنصرين هامين أديا إلى تلك النتيجة الثقيلة. اللقاء القادم لموريتانيا لقاء هاما وحيويا، وسنثبت أننا قادرين على الفوز، ونعرف فريق أنغولا جيدا باعتباره فريق متناسق ومتناغم ويلعب دائما بتركيز شديد وبدون أدنى تراخي. سنضاعف الهجوم في المباراة وسنلعب بشراسة للفوز.